الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير كيف نعظم مثلا هذه الدالة P تساوي 10X زائد 20Y خضوعا للقيود الآتية. الآن لاحظوا لي أنه القيد طبعا انه x اكبر من او تساوي صفر، y اكبر من او تساوي صفر، وهذه الداله القيد الاول سأبينه تباعا هنا. لاحظوا لي 6 اجزاء 2 y اقل من او تساوي 18، وهذا هو قيد الزمن نسميه احنا، يعني الزمن الذي يستغرق صناعه x 6 ساعات 6 ايام 6 دقائق، ربما 6 وحدات زمنيه، وواي وحدتين زمنيتين، والمتاح أقل من أو تساوي 18 وحدة زمنية. القيد الثاني كذلك أمر أنه X أكبر من أو تساوي صفرا، Y أكبر من أو تساوي صفرا. القيد الثاني اللي هو سميته أنا قيد المواد، اللي هو المواد الخام ربما الداخلة، 4X زائد 4Y أقل من أو تساوي 16. والقيد الأخير الثالث هو X أكبر من أو تساوي صفرا، Y أكبر من أو تساوي صفرا، 2X زائد 4Y أقل من 14، وهي نسميه قيد الآلات، يعني الزمن الذي تستغرق الآيات. ربما هذا الزمن من البشر من العمال، وهذا قيد المواد، هذا قيد الآلات، يعني زمن الآلات، أو كم يعني آلة نحتاج أو قطعة من الآلة نحتاج حتى ننتج ما نريد أن ننتجه، بحيث تكون هذه P اللي هي ربما price، ربما profit، ربما أي شيء نريد أن نعظمه. فهذه الآن دالة خطية P تساوي 10 زائد 20Y خضوعا للقيود الآتية الثلاثة الآتية: 6 زائد 2Y أقل من أو تساوي 18، 4 زائد 4Y أقل من أو تساوي 16، 2 زائد 4Y أقل من أو تساوي 14. أريد أن الآن أحل هذه المسألة على برنامج اسمه Desmos Graphic. نذهب إلى الجوجل أحبتي، جوجل، وتضغط وتكتب Desmos Graphic Calculator. هذه Desmos Graphic Calculator، عندما تضغط تظهر هذه، طبعا عندي عدة خيارات، هذه الآن خيار أول Graphic Calculator Desmos، إذا ضغطتها الآن تظهر هذه الشاشة. أنا كنت محضر حالي يعني الشاشة هذه، لو أوسعها الآن هذه الشاشة برمتها هنا، أريد أن أقللها هنا و أعظم هذه الدالة هنا بالطريقة التالية. وضعت القيد الأول طبعا 6 X زائد 2 Y أقل من أو تساوي 18 كما ذكرت قبل قليل، والقيود بأن X أكبر من تساوي 0 و Y أكبر من أو تساوي 0. والقيد الثاني 4 زائد 4 Y أقل من أو تساوي 16، كذلك الأمر X أكبر من أو تساوي 0 و Y أكبر من أو تساوي 0. وأخيرا القيد الأخير 2X زائد 4Y أقل من أو تساوي 14، بحيث X أكبر من أو تساوي 0 وY أكبر من أو تساوي 0. عندما كتبتها كنت يعني ضغط هنا حتى أخفي الشكل البيضاء، لكن إذا ضغطت ثاني مرة على هذه الدالة البيضاء هنا تظهر عندي الآن هذه هذا الشكل هنا، واللي أنه هذا القيد الأول لاحظوا لي 6X زائد 2 أقل من أو تساوي 18. معنى ذلك عندما تكون الآن y تساوي صفرا 18 مقسم على 6 تساوي 3، وهي هنا 3 سأبينها بعد قليل. وإذا كانت x تساوي صفرا فy تساوي 18، 2 تساوي 9، هنا 9. إذا هذا القيد الأول. القيد الثاني اللي هو 4x زائد 4y أقل من أو تساوي 16، إذا ضغطنا هنا بتبين يعني القيد الثاني بالأخضر هذا، فهو لاحظوا لي هنا إذا كانت x إذا كانت y تساوي صفرا فـ x تساوي 16 مقسم على 4 يساوي 4، وإذا كانت x تساوي 0 y تساوي 16 على 4 يساوي 4، إذن هذا المثلث اللي هو قائم الزاوية، ولاحظوا لي 4 و 4 هنا. والقيد الأخير الآن 2x زائد 4 أقل من أو تساوي 14، إذا ضغطنا هنا بتبين هكذا. الآن بما أنه لدينا الآن أحبتي كل القيود أقل من أو تساوي، أقل من أو تساوي، أقل من أو تساوي، معنى ذلك ما يسمى بالفيزيبل ريجن، فيزيبل ست، أو المجموعة الممكنة، المنطقة الممكنة للحل تكمن بين هذه الآن الإحداثية 0 0
نذهب إلى هنا كذلك. أما بتكون بالحالة هاي 3-0 تقاطع هذين المنحنيين أو هذين الخطين عند يعني هاتين المعادلتين عند هذه النقطة، وتقاطع هنا ونقطة النقطة العمودية هنا. إذن عندي نقطة واحدة، 2، 3، 4، 5، إذن 5 نقاط. حتى أبينها تحديدا أجعل هذا الآن بدل أقل من أو تساوي أجعلها تساوي، وهذه الآن أجعلها تساوي كذلك الأمر. لاحظوا كيف تختفي الألوان، وهنا تساوي. لاحظوا لي أحبتي الآن أكبرها شوية حتى تكون واضحة. فعندي الآن هذا القيد هنا، يعني كل القود القيد هذا البنفسجي مع الأخضر، الأزرق مع الأخضر، البنفسجي مع الأزرق، كلها تتقاطع. وبالتالي عندي النقاط الآتية التي تحدد أين المطر. هذه نقطة إذا ضغط عليها مدة ثانيتين تطلع عندي الإحداثية 3 و0. وهذه النقطة لاحظوا 2.5 و1.5، والتقاطع هنا 1 و3، والتقاطع هنا 0 و3.5. آتي الآن على ورقة بقلم وورقة وأكتب كل الإحداثيات هذه. 0 0 هذه الأولى هنا 0 0، وعندي هنا 3 و0، عندي هنا 2.5 و1.5، عندي هنا 1 و3، وهنا 0 و3.5. بعد ما كتبتها الآن آتي على المستطيل هذا وأضيف هنا إضافة تيبل. طبعا بيطلع عندي X1 و Y1. هنا أريد أن أعظم ماذا الآن؟ أريد أن أعظم الدالة للهدف اللي هي 10X + 20Y. بكتب هنا 10X الأولى زائد 20Y الأولى. عندما أضع الإحداثيات الآن تعطيني قيمة الدالة مباشرة. لاحظوا لي أحبتي أنه ذكرنا أنه الإحداثية الأولى هنا التقاطع المحور هنا، لأنه هذه المنطقة هي ما يسمى بالفيزيبل ريجن أو المنطقة اللي المجموعة الممكنة. فالآن أول تقاطع أو نقطة أبدأ بالصفر صفر، إذن هنا أضع 0 و0، أوكي بطلع عندي قيمة الدالة 0 وهو ليس حلا. النقطة الثانية الآن أذهب إلى هذه النقطة، هذه 3، لاحظوا لي 3 و0. إذن آتي هنا ثاني مرة وأضع هنا 3 وهنا 0، طلع عندي 30. عندي الإحداثية هذه النقطة هذه هي 2.5 و1.5، 2.5 و1.5، عندي 55 طلعت قيمة الدالة. لاحظوا بتكبر قيمة الدالة، والقيمة هذه الآن التقاطع هنا، هذه نقطة التقاطع بتكون الرابعة، هذه عبارة عن 1 و3، هذه 1 وهنا 3.70، وآخر نقطة هي 0. هنا النقطة هذه 0، هذه النقطة لاحظوا يا أحبتي هنا 0.5، 3.5 لواي، إذا 70. لاحظوا لي إنه الدالة وصلت أعظم قيمة ممكنة في حالتين، أعظم قيمة هي 70 70 في حالتين، عندما كانت X تساوي 1 وواي تساوي 3، والحالة الثانية عندما كانت X تساوي 0 وواي تساوي 3.5. أيهما نختار؟ هذا الآن يرجع إلى البحث نفسه، لكن القيود تفرض علينا إنه ربما إنه الآلات ينبغي أن لا تكون معطلة، وبالتالي ربما الباحث يختار هذا الآن هذه النتيجة، أنها أول شيء بقيت 70 اللي هي أعظم قيمة ممكن الدالة، لكن أنا بستخدم كل القيود أو المواد الموجودة عندي من وقت للعمالة، وقت لرأس المال، وقت أو كمية المواد وهكذا. حتى أبين ذلك دعوني الآن آتي إلى هذا المربع وأكتب هنا بولي جون اللي هو المضلع باللغة العربية، المضلع إحداثياته هي X1 و Y1. عندما أغلق الآن يطلع عندي هذا
الشكل الرباعي هو الأخضر هذا. تستطيع أن تغير لونه من هنا عندما تضع الآن على السيتنج. هنا تستطيع تغيير اللون، إبقاء على الأخضر، وضعه مثلا برتقالي أزرق، أنا بحب الأخضر. وبالتالي الآن يعني كما تلاحظون هنا أخضر، لكن ربما أني أختار أن يكون متقطع. وهنا الآن هل بين التقطع إذا أخفينا هذه، أوكي، هنا هاي النقاط أذكركم فيها، هذه 3.0، هذه 2.5 1.5، هذه 1.3، وهذه 0.3.5، وهنا 0.0. هاي الآن الإحداثيات التي تعظم. فأعظم قيمة للدالة كما وردت هنا. هنا سأخفي الآن هذه، أخفيت القيد يعني، وأخفيت القيد وأخفيت القيد. هنا لاحظوا الآن بقي، فهنا الفيزيبل ريجن هذه المنطقة. ليتكم أحبتي تدربون على برنامج الديسموس، وهو من خلال الشبكة العنكبوتية، كما ذكرت أكثر مرة بأنك لا تحتاج أن تنزله إلى حاسوبك، بإمكان أن تذهب إلى الشبكة العنكبوتية وتضغط على ديسموس كالكوليتر وتقوم بالتدرب عليه شيئا فشيئا. هذا من أفضل البرامج التي أحبها لطلبتي، لأنها تعلمهم كيف يحل، يعني يقوم بحل مسائل رياضيات معقدة مثل هذه المسألة. إن شاء الله إلى لقاء آخر قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.